أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: أعمل موظفا حكومية وراتبي يوضع في حسابي في أحد البنوك، وأقوم بالسحب منه كلما احتجت، وأسدد أجار المنزل وآكل وأصرف منه، كيف أخرج زكاة الراتب؟ تجعل لك شهر من السنة معين كرمضان تخرج زكاة الموجود إلى مثله من السنة التي بعدها، تجعل موعد محدد من السنة لإخراج ما تجمع لديك من قديم الدراهم وحديثها، ما كان تم له الحول فأخرج زكاته في وقته، وما لم يتم حوله تكون زكاته معجلة، وتفعل هذا من أجل راحتك ومن أجل براءة ذمتك أيضا، لأنك ما تقدر أنك تحدد لكل مبلغ تحدد له وقت، وصعب عليك، فتجعل موعد محدد لجميع ما لديك مما هو جديد ومما هو قديم، تخرج زكاة إلى دورة من السنة التي بعدها. هذا الذي عليه الناس وعليه الفتوى اليوم. نعم.